تريليون دينار. كذلك هناك شريحة كبيرة من شرائح المستمعين العراقي، شريحة الفقراء اللي تم شمولهم والبحث عنهم وهو الرعاية الاجتماعية، وهذا يحتاج إلى مبلغ كبير. والقضية الأخرى هي قضية البطاقة التمويلية، وتعرفون تخصيصات البطاقة مهمة للفقراء، لا يحتاج لا البرلمانيين ولا الوزراء ولا المدراء ولا الوكلاء ولا التجار ولا المستثمرين، لكن أكو شريحة كبيرة عايشة على البطاقة هو شريحة الفقراء. هناك محاضرين وشفتوا الجو، المحاضرين والإداريين والوزراء وعقود النفط وكذلك عقود الكهرباء ينتظرون البشرى من اللجنة المالية أن تتفق على إضافتهم وتم تخصيص مبلغ معين لهم. وبعد المحافظات كذلك تنتظر ووضعوا مبلغ معين. أنا أتمنى اليوم يتم التصويت حتى نتفق على جلسة، يتم التصويت داخل اللجنة المالية حتى نتفق على تحديد جلسة، ويوم غدا نتفق أقول بعد غد، لأنه إذا ما اليوم كملته نضطر إنه نأجلها إلى يوم ثاني. بس أتمنى إنه يكون اتفاق اليوم حتى يوم غد يكون الجلسة ونصوت. مهم جدا إحنا محكومين بالتوقيتات الدستورية. أخواننا بكل أمل ونطمئن.